وهذه صور مباشرة من الضاحية الجنوبية لبيروت في أعقاب الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت عدة مبان سكنية في منطقة الليلكي، في حار تحريك، في الحدث، إذن في مناطق عديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت التي تعيش الليلة واحدة من أعنف الليالي التي واجهتها في هذه الحرب. إذن غارات إسرائيلية، حرائق لا تزال مشتعلة، وأدخنة تتصاعد من المباني التي تم استهدافها قبل قليل في الضاحية الجنوبية لبيروت.